مساء الخير جمهور مدينة مكناس، مساء الموسيقى والطرب. مرحبا بكم معنا اليوم في هذه الأمسية الطربية بامتياز، واللي كتنظمها جمعية الحي للمسرح والموسيقى. مرحبا بكم مرة أخرى، أمسية بمناسبة الذكرتين عيد الاستقلال والمسيرة الخضراء. الآن غادي ننتقلوا باش نسمعوا وإياكم أغنية بعنوان تصور لو كان معنا نبينا، من كلمات مصطفى كمان وألحان المعلم زوزو. فرجة ممتعة. بسم الله
أشيد به العفا والوجود من آمن به ولم نراه فكيف سيكون الإحساس حينما نراه فالعين تبكي اشتياقا إلى خير خلق الله يا محمد يا محمد يا من أحبه الله وأحببناه صلي Thank you.